نحن اجينا لهون شان نوقف مع اهلنا اللي بدير الزول اللي لاحوا ضحية استعمار غاشي. نحن اذا منفكر بس فكير انه بدنا نهجم على اسرائيل بمجلس الامن وكل الدنيا بتقوم وتوقف، اما امريكا قامت وضربت دير الزول ما عدا عكاشي. بدنا جايين لهون شان كل الرجال يحاسبوا يلي قتلوا دير الزول، مو جايين لعنا شان هيك بس منظر. نحن رح نكبر ونشيلك من ارضك يا امريكا.